يوسف تيفي، مرحبا بكم مجددا من مدينة طنجة. اليوم هبطنا عند هاد الوالدين هادو اللي اختفت الابنة ديالهم هادي 15 يوم، باش خرجت تقريبا وباقي لحد الان باقينا بنت لا عندها 15 عام. عملوا الديكلاراسيون ديالهم، عملوا جميع التحركات اللي خصهم يعملوهم، باقي لحد الان كيفتشوا عليها ما زبروها شي. فبغاو يوجهوا واحد النداء من منبر شوف تي في لعل وعسى تبان هذا الطفله مجددا. تفضل سيدي عاودنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا مدينه طنجه، كنسكن في مغوغه، وعندي بنيته كتكنا السن ديالها 15 سنه، خرجت هذه 4 في شهر 2 تقريبا 15 يوم هيدا وما بانتش. دابا حاليا انا كنفتش عليها، كان عيان ندور كنفتش كما نلقاها زعما والو ما لقيتهاش. المهم عملت الديكلاراسيون من بعد ملي خرجت تقريبا شي 3 ايام، عملت ديكلاراسيون للبوليس باش حتى هما عاود يساعدوني في هذا، ولكن ما كاين حتى شي جديد. باقي ما شاف حتى شي واحد، باقي ما شاف لحد الان 15 يوم باقي ما شاف حتى احد. دابا كنطلب الانسان الى بانت له هاد بنيته هذه لا شافها شي واحد كذا، وهذه اتصل في هاد النمره، انا غنعطي هاد النمره هذه اتصل بيا الله الا شاف شي واحد. 06 62 66 86 83. سميتها يرو خولة، السن ديالها 15 سنة، طويلة شوية روبية، كتلبس طربوش حمار، البودي حمار، عندها بودي زرق زرق سماوي، بحال كولور تسمى سماوي. حتى البودي كتلبسو تا هكاك، سبردينة حمراء، سروال جين فورميا شوية. اللي شافها هذه راها اتصل بهذا النمرة هذه. فاش خرجت واش كانت عندها شي مشاكل؟ لا ما عندها صحابة، مع شي حاجة؟ لا ما عندها حتى شي مشاكل، لا مع صحابها ولا مع الدار ولا ما. فين كتمشى؟ واش كتمشى مدرسة واش كتقرا؟ لا ما كتقراش، راه تقطعت عن الدراسة هذه مدة سنة هذه، راه خرجت من 7. قلت لها انت رجعت نقرا، انت بقى في السن صغير ما عندك علاش ضيع الدراسه ديالك، انت باقا مثلا صغيره. قالت لي لا انا القرايه ما دخلت لي لا من هنا ولا من هنا، خليت على القناه ديالها، جات بحال الدار بقات مريحه صافي. الشيء اللي كاين ما ضغط عليها حد ما حتى حاجه. دابا مثلا نجي انايا كتبدا تشكي لي، تقول لي انايا انا ما نعشي هنا بوسط الدار مع خاي كبير، انا خصني نبدل وانا خصني نقي وانا صلا. ولا زعما صبر بنتي، دابا نقول ديالنا دابا يرحم الله، دابا هي ساكنه معنا في البيت معنا، ما نديروا لها حنا مشتركين فيها، السكنه وحده مشتركين فيها. ايوا هي اللي كاينه غير هي وخاها ولا عندكم؟ لا انا عندي، انا عندي اربعة خمسة بيه، وهذه اختو عندها ثلاثة في البيت وهي أربعة. يعني تعصبت ما بقاتش باغا تنعس؟ ما تبغاش، دايما تشكي لي تقول انا ما نبغاش نعس هنا. نقول لها زعما صبر، دابا يحين علينا ربي، دابا يحين علينا ربي، ما بغاش. وانا خدامه مع بوحدي، قلت زعما ندخلها معايا تخدم بلا لا كار ما ساعدوهاش، قالوا لي باقا صغيره ما ندخلوهاش. صافي هذا الشيء اللي كاين. شنو فيك اصلا؟ ها الشركه الخياطه. وهي صافي تعصبت، ويمكن يكون هو السبب اللي خلاها تخرج. ما نعرف، انا نمشي نخدم، ندخل بالليل نخرج بالليل، صافي ما يسقط الخبر هي مشات، ما رجعش، نتصل باختي بخاي بعائله كامله، قالوا لي ما كايناش. بقينا ندور هذا يوم، بقينا يومين حنا ندور انا وباباها نسارى، ما لقيناها شي ساعه مشينا للكوميساريه. صافي ساعه انا باقا الحين ما درتش نخدم مره. واش هذه اول مره غتخرج؟ اول مره. سبقناش تعصبت؟ لا اول مره اللي خرجت. كنت كتشكل حتى شي حاجه من غير ان ماشي كتمشي حاجه عمر شي واحد ما ضربها، كيقول لها بابا اذا باها ما تخرجش ولا شي حاجه، نقول له ما ضربها ما تبر فيها، عي خليها على القناه ديالها صبعا تبقى. شي اللي كنت نقول لها. ومع علاقتها معكم ومع خوتها؟ مع خوتها بحال كنت ملغ معاها، ما عندها حتى علاقه مع خوتها. العيل عندي ما يخرج في الصباح ما يرجعش،
عندي بنيته اخرى اختار منا زوج، واحدة عندي الصم ما قد هدرش مرة كبيرة عليها، وعندي اخرى تسمى كبيرة، هي كبيرة ديالي ما عندها 24. هذه الصغيرة ديالي انا، عندي واحد العوية صغيرة تقريبا هي الخمسة. كاين واحد الدري صغير. عندي خمسة بنات، واحدة ماتت لي وبقاو لي أربعة. صفر ستة 62 66 86 83. إذا المشاهدين شفتوا الفيديو كيف سمعت معنا بنيتها خرجت من الدار ديالهم وقع بيناتهم نوع الكلام في الخصوصية الأم ديالها، ما عرفناش إذا ربما يكون هذا السبب أو لكن في سبب آخر الله أعلم. كتبان البنت المؤثر شنو واقع، هذه 15 يوم كيف ما سمعتوا هما كيتفتشوا عليها، داروا ديكلاراسيون باقينا جبروها، فهو عطاكم الاب ديالها، عطاكم المواصفات ديالها، عطاكم الرقم ديالها، عطاكم العنوان ديالو، فاللي شافها او اتصل بالرقم ديالهم او لا يتواصل معنا.